النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل جيشا إلى مؤتة، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، بحيث يقوم هذا الجيش بأن يغير هنالك على الروم. فأمر من على هذا الجيش؟ أمر أسامة بن زيد، وعقد له اللواء وقال له امضي على اسم الله. وكان عمر أسامة 17 إلى 18 سنة، يعني الشباب، شوف العمر هذا. الشباب نحن نستطيع أن ننجز أشياء كثيرة، نستطيع أن نقوم بأشياء كثيرة، بمهمات كبيرة نستطيع أن نفعل، لكن الواحد لابد إيش؟ يجهز نفسه، لابد تكون همته عالية ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ويجتهد حتى يقوم بمثل يعني بمثل هذه المهمات العظيمة، بمثل هذه المهمات الصعبة التي نستطيع أن ننجز. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثق بيله، وكان ثقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في محلها. في هذا الجيش كان هنالك كبار الصحابة أمثال عمر بن الخطاب. بعض الصحابة استغربوا واستنكروا هذا الأمر، كيف أسامة يكون أميرا عليهم؟ فعندما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك غضب، فخرج وقد كان مريضا، فكانت هنالك عصابة على رأسه، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما مقالة بلغتني عن تأمير أسامة بن زيد، والله لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وإن كان لخليقا بالإمارة، وإن ابنه لخليقا بالإمارة. وقد كان أبيه، يعني أباه زيد، كان من أحب الناس إليه، وإن ابنه لمن أحب الناس إليه. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: استوصوا به خيرا فإنه من خياركم.